عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده فيديو جديد، بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فكره فيديو النهارده يا جدعان ان احنا جايين نعمل فيكتور الخنزير، بس الفكره اللي احنا عملناه في اللايف. فيا جدعان ما تنسوش اللايك، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا جدعان تاني حاجه بقى عايز اقول لكم، ما تستغربوش ان الفيديو بالطول. ليه بقى يا معلم؟ لان انا مصور الفيديو اصلا من اللايف، فهي دي الفكره يا جدعان. فانا ما اعرفش اعمل فيديو بالعرض، فده اول فيديو في القناه اعمله بالطول يا جدعان. اعملوا لايك يا جدعان، اعملوا لايك يا جدعان، والله بتعب يا جدعان وطالع عيني والله، معلش اعملوا لايك. عملت لايك خلاص، احنا مسا عليكم، اسيبكم على الفيديو، مشاهده ممتازه لي. ما تنساش تقول لي رايك في التيشيرتات دي. يلا سلام. بقول لك ايه، تعالى امبوس، تعالى يا اسطى، تعالى يا اسطى، وحط امك، وحط امك، وحط امك يا محمد، وحط امك يا محمد، تعالى يا محمد، محمد وحط امك، تعالى يا اسطى، حمو محمد وحط امك، تعالى يا اسطى، وحط امك، وحط امك يا محمد، تعالى. لا تسميك راجل. انت بوت يلا والله، انت بوت الله والله، ابلع يا لي، اقسم بالله انت بوت، ابلع يا لي، ابلع يا لي، ابلع يا لي، انت بوت، انت بوت، انت بوت، انت ابلع يا لي، ابلع بس، ابلع يا لي، انت مش عارف صغيره ولا ما تغير تغير، انت بوت، انت بوت يا اسطى. بقول لك ايه، انت بوت يا اسطى، يا عم خلاص بقى، انت قاعد في سايبر بقى، عم محمد قاعد بنص جنيه في السايبر ولا قبك هو من السماني ولا ايه؟ انت قاطع ودانك يا ابني. الو تمام، انا اسمك ايه؟ احمد جيمنج بالعربي، احمد جيمنج بالعربي، احمد جيمنج بالعربي. ها مين؟ اقعد يا عم بقى، تنيل بقى على عينك بقى، قلت لك اربع مرات. اخ النت فشخت لي دمي، فشخت لي دمي يا ابني، انت ابلع يلا، ابلع يلا، اكتب بس، اكتب على الجوجل، اكتب على جوجل احمد جيمنج، اكتب احمد جيمنج بس، اكتب احمد جيمنج، اكتب احمد جيمنج، اكتب بس، اكتب، اكتب، ابلع بس، ابلع، ابلع، اكتب احمد جيمنج، اكتب احمد جيمنج، ايوه اكتب احمد جيمنج، انا احمد جيمنج، اكتب بقى احمد جيمنج بالعربيه، انا بالعربيه. مش عارف اودي اللعبه ده فين يا جدعان. واحد نزل، استنى استنى استنى، اوعى تضرب، اوعى تضرب يا اسطى، تعرف وحط امك يا اسطى اللي فوق، وحط امك يا اسطى، تعالوا يا اسطى، يا اسطى وحط ابوك يا اسطى، تعالوا اللي فوق يا اسطى، بالله عليك تعالوا يا اسطى، تعالوا، انزل 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 انزل، موت انت، موت انت تاني، انت تاني، افنشك المره دي ايه؟ افنشك المره دي ايه؟ اموتك تفافه؟ اموتك تفافه يا اسطى؟ تعالى هنا كده عشان في واحد بس عايز يضرب علينا بالسنايبر. وانت يا اسطى ما بتحرمش، انا قتلك كم مره؟ انا قتلك كم مره؟ طب تعالوا بودينا عندهم. يا انت المره اللي فاتت قلت لي تعالوا بودينا عندهم و... طب المره دي لو ما وديتكش بقى هتعمل ايه؟ ها؟ قول لي بقى ايه؟ طب والنبي والنبي قول بحبك يا مؤمن وانا افكر. قول بحبك يا مؤمن، قول بحبك يا مؤمن. طب وحياة امك ودي. قول بحبك يا مؤمن الاول. طب يلا. قول بحبك يا مؤمن. اوديك. ولا ما تقول بحبك يا مؤمن واوديك. قول بحبك يا مؤمن وانا اوديك يلا لاصحابك. قول بحبك يا مؤمن واوديك لاصحابك. قول بحبك يا مؤمن يلا. بحبك يا مؤمن. يلا. وديتك اهو لاصحابك. وديتك اهو. انا غلطان، ما قال لي عايز اروح لاصحابه فوديته. طب انا مالي يا عم؟ قلت له عايز تروح لاصحابك؟ قال لي ايوه. قمت مودي، والله انا غلطان يا جدعان، اقسم بالله يا جدعان خير، انت عامل شرق تلقى يا جدعان، اقسم بالله فعلا، شفت شفت يعني انا عملت خير ترد لي بالشر. فيا جدعان ما حدش يعمل خير في رمضان علشان هتندموا، انا عرفتكوا. يلا رجاله تكبسوا شراتك يا جدعان، الناس اللي مش مكبسه تكبس، ولا مش مشعر الشعر يا جدعان. واحد اسمه مؤمن اهو لسه ميت، واحد اسمه مؤمن، واحد بيسمي اسمي اهو، انت هتفضحني يا اسطى؟ ده مات مرتين، ده كاتب اسمي بالظبط. الله فضحك، الله فضحك، انا اوريك بقى مؤمنز الاصلي بيعمل ايه لما بيروح سكول ويلعب الناس. فضحتني وعريت اسمي،
فضحني وعر اسمي وبطل ارض. انا اوريك مؤمن لما يروح سكول بيعمل ايه في الناس. فرق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا جيت زمان اتكلم بس نبعد عن بعض عشان لو واحد جاب. طب خليك يا رب يبعد. دور هنا دور هنا يا رب يبعدوا يا رب. دور تحت هنا وانا دور. لا احنا لازم نكون مع بعض عشان لو حد مات. بالظبط فكره في منتهى الغباء. انا صنع الخطه كلها. هو فوسط ناس ظهر الان. اه سيبك سيبك جاي تتعارك. تعال انا معاك. كان جاي يتعارك كان جاي يتعارك. خلص يا ليل. طب انا مال قال يا ابتل نمرت شتم يا جدعان. ده احنا ايه ده الشعب كله فاطر ولا ايه؟ عامل ايه؟ انا اللي ايه؟ تعال هنا تعال هنا يا حيوان. تعال تعال. انت كنت تشتم يا الادب يا مش محترم يا الادب يا ابن ال... يا ابن ال... يا ابن اقعد هنا. اه هقتلك ايه بقى دلوقتي؟ تعرف احمد السقا واللي بموت فيك يا مؤمن يا اجمد لاعب في الشرق الاوسط؟ انا ساتفكر اسيبك ولا لا. رب ما يطلع يا رب اللي وطلع ده انا هتفشخ. رب ما يطلع يا رب انا خاف منه قوي. والله اني مجرم يا جدع. والله اني مجرم. عشان تنزل. تعال يا ليه. عمل ايه؟ عمل ايه؟ تعال تعال. عمل ايه؟ ايه رأيك في الناس؟ حاضر يا عم. تقول بحبك يا مؤمن. حاضر. هيموتوني. انت شكلك ما تعرفش مؤمن. قول بموت فيك يا مؤمن وانا مش هموتك. عايز تروح لاصحابك؟ اه عايز تروح لهم متاكد؟ خد اهو يا عم. الله سالت عايز تروح لاصحابك؟ قال لي ايوه فوديته يا جدعان وانا غلطان. طب يا جدعان حقكم عليا والله العظيم لان اول مره حرفيا اصور فيديو بالطول. اقسم بالله يا جدعان لاول مره في حياتي انزل فيديو على القناه بالطول فحقكم عليا ومش هتتكرر تاني باذن الله. تاني حاجه بقى يا جدعان كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم باذن الله يا رب. وتاكلوا اللحمه كتير واللي ياكل لحمه يعزمني انا هاجي اكل معاكم لحمه عادي جدا. ماشي ما تنسوش باللايك بتاعكم لو وصلت لاخر الفيديو. وكل سنه وانتم طيبين يا جدعان واللي عايز مني هديه هيجي لي المحله الكبرى. تمام انا قاعد مستنيينك. ليك مني هديه يا عم 200 جنيه يا عم ومواصلتك عليا واحده مثلا. الله رجاله وصلنا لاخر الفيديو. مسا عليكم. السلام سلام.